سنشاهد ونتابع هنا، لكن الحكم المباراة يطلب من اللاعبين التمركز بالمكان الصحيح وعدم التحرك. تأتي الصافرة الآن للكنغر الأسترالي، هل سيقفز على شباك فرنسا؟ هنا تأتي التسديدة، يا الله، أوه، قفز كنغرهم ووصل إلى شباك فرنسا. نعم أيها السيدات والسادة في كل مكان، بعد كرة ارتدت من حارس المرمى لكن بمتابعة جيدة وصلت إلى الشباك. ضغط الأسترالي، حاول الأسترالي كثيرا، وبالنهاية يسجلون عن طريق الظهير الأيسر جيك هولمان، هنا بمتابعته، هنا بيساره، وضعها بشباك جاستن. كرة راج، أوه، ستكلف، نعم كلفت هنا، والثاني بالنسبة لأستراليا. الكول، احذر بأنك تخطأ أمامه، وعرف كيف أن يتعامل معها، وبعدها وصلت للويز داريجو، داريجو يختتمها بداخل شباك جاستن جواو، وأعلنوا من خلالها عن ثاني الأهداف بتوقيت مميز، هدف يريح المنتخب الأسترالي، هدف يضاعف النتيجة، هدف سيجعلهم براحة كبرى هنالك في غرف الملابس. خطأ جاستن جواو، وبالتالي ألوكول والويز داريجو يعاقبون فرنسا، ويسجل من هنالك داريجو هدف ثاني في هذه المباراة بالنسبة لأستراليا. الكنغر يواصل القفز في هذه